سيئون مدينة الروح وعاشقة البادية، فهي جوهرة الوادي الحضرمي وحاضرته، فالمدينة التي جاء ذكرها لأول مرة في القرن الرابع الميلادي، كما تقول بعض المراجع، تتميز بكونها متحفا تراثيا مفتوحا يحتضن العديد من المعالم الأثرية الشاهدة على أمجادها الغابرة وتاريخها العريق. يمكن القول أن مدينة سيئون تعتبر كمتحف كبير تضم العديد من المباني التاريخية الطينية ذات طابع بنياني فريد. ومن أشهر المعالم التاريخية فيها قصر السلطنة الكثيرية الذي يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 500 عام، وكذلك حصن الفلس وغيرها من التحف المعمارية الفنية التي تتميز بالنمط المعماري الطيني الخاص الذي يجسد إبداع بنائي حضرموت. يحاولون يحافظون على المنهج القديم حق أجدادنا وحق من طين ونورة وسمنت وتبل وكلها يعني تعتبر معماري طيني. لكن هذا النمط الفني المميز يبدو اليوم مهددا مع تنامي الزحف الإسمنتي الذي يتزايد يوما بعد آخر ليطمس ذلك الجمال الفني، خصوصا بعد فشل السلطات المحلية في تطبيق قراراتها التي اتخذتها للحد من ذلك التهديد. نحافظ كسلطة محلية وكشخصيات اجتماعية وكأبناء حضرموت نحافظ على البناية الطينية. قبل 4 سنوات أو 3 سنوات قرينا قرار في المجلس المحلي أنه يمنع البناء الاسمنتي حول المواقع الأثرية، فالقرار هو موجود ولكن إحنا القرار لم ينفذ. ومع كل هذا تظل المدينة الغنية بالكنوز الأثرية بحاجة إلى اهتمام أكثر فعالية من قبل الجهات المختصة للحفاظ عليها وتشجيع السياحة التي افتقدتها هذه المدينة المتخمة بالكثير من الأسرار والحكايات التاريخية. سيئون ليست مجرد مدينة عادية، بل هي بمثابة متحف مفتوح يضم بين ثناياه الكثير من المعالم التاريخية والأثرية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مدينة سيئون.